فرحة لا تضاهى يعيشها صياد محافظة الدقهلية مع بدء موسم الصيد في مزرعة المنزلة السمكية، والتي تعد من أكبر المزارع المصرية بمساحة تزيد عن 1000 فدان، وتستمر أعمال الصيد بها حتى نهاية شهر إبريل من العام التالي. بنطلع الزريعه بتاعتنا بنسميها مفرخات او من قطاع الحضانات لو كان في قطاع حضانات في المزارع السمكيه، وبنبدا ان احنا ننزلها في احواض التسمين، بنتابع نموها، بيتم تغذيتها على اعلاف عاليه الجوده. النهارده احنا عندنا يعني قد يكون اقتربنا من 100 مصنع علف متخصصه في انتاج اعلاف الاسماك. تنتج المزرعة كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك، ويحدد السعر في المزاد حسب التكلفة الفعلية للأسماك من البلطي والتبار والبوري والقراميط والمبروكة. الحوض ده حوالي 13 فدان، طبعا متوسط إنتاجه زي ما قلت لحضرتك من 3 ل 5 في الفدان. بيتم استزراعه ب 50,000 وحدة إصبعية بلطي. البوري بيبدأ من عندك بيبدأ من 1500 ل 2500 عائلة بوري. في المبروك العادي الفدان بياخد من 300 حباية أو واحدة إصبعية مبروك عادي. كشفت وزارة الزراعة المصرية في آخر تقرير لها عام 2021 عن احتلال مصر المركز الأول إفريقيا إنتاجا للأسماك والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، فيما يبلغ الإنتاج نحو 2.2 مليون طن، منها 80% ناتجة عن الاستزراع السمكي و20% من المصايد الطبيعية وفقا لهيئة الثروة السمكية. تصدر مصر أكثر من 40,000 طن من الأسماك سنويا، مستهدفة زيادة المعدلات، خاصة بعدما تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقارب نصيب الفرد من الرقم العالمي ب 21 كيلوغراما من الأسماك سنويا. كريم شيخ الغد، الدقهلية.